إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها عالم رباني الإمام ابن قيم الجوزية إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجلي والمشفق الحدبي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنه منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وقدوتهم فيها قولا وعملا، علما وحالا، ظاهرا وباطنا، ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون أي في المثل، ومن سلك الجدد أمن العثار. وتلك لأمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون، وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن مع الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ومدلنا مع كلام الإمام ابن قيم الجوزية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ بالمسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إليه. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. ونزلنا مع الكلمة الثانية: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع كلام ابن القيم في أسرار الصلاة، في أسرار الصلاة إخواني الكرام. ويعني أن عندما يقف
في الصلاة وضحنا كيف يقف في الصلاة لا يلتفت، يعني يمنع من الالتفات، يمنع من التفات قلبه إلى غير الله. واضح؟ يعني إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بين العبد وبين الله تعالى. فإذا قال سبحانك اللهم، فإذا قال سبحانك اللهم وحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، واضح، فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهل الغفلة، خرج بذلك عن الغفلة وأهل الغفلة. فإن الغفلة حجاب بين العبد وبين الله جل وعلا. وأتى بالتحية والثناء التي يخاطب بها الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، يعني واضح. فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه، يعني ربنا يكافئ العبد لأنه جعلك تقبل عليه، يعطيك، يعني واضح، ويمنعك عن الغفلة وعن الحجب، فيفتح لك باب الإقبال والرضا، ويسعفك بفضله وإسعافه بفضله حوائجه. فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون عند على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد. هو الشيطان بيسعى من أجل أن يجعلك في الخذلان وعدم التوفيق، فتستعاذ بالله من الشيطان الرجيم في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء الشيطان على صرفه عنه وانتفاعه عن مقام العبودية وانتفاعه دونه بالبدن والقلب. فإذا عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه، يعني بالبدن بالالتفات البدني، لكن يبتدي يتجه إلى من؟ إلى القلب، يعني اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله، واضح إخواني، ليشغله، واضح، بذلك عن القيام بحق العبودية، عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. فأمر العبد، فأمر العبد بالاستعاذة بالله يعني منه، من الشيطان الرجيم، فأمر العبد بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليسلم يعني له مقامه، مقام العبودية بين يدي ربه جل وعلا، 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 وليحيي قلبه ويستنير بما يتدبره ويفهمه من كلام سيده الذي هو سبب حياة قلب القرآن، يعني واضح، ونعيمه وفلاحه. فالشيطان إخواني أحرص، فالشيطان أحرص أحرص شيء عن اقتطاع قلبه يا إخواني. الشيطان أحرص يعني شيء على اقتطاع قلبه، على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة، التدبر والتأمل والتبصر والتفهم لتحقيق مقام العبودية. أخي الكريم، ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد، واضح إخواني، حسد العدو للعبد يعني وتفرغه له، يعني وعلم عجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ يعني به سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه في صرفه عنه. فيكفي يعني بالاستعاذة
يعني أي بالله من الشيطان الرجيم. واضح إخواني؟ من يعني فيكتفي بالاستعادة من مؤنة محاربته ومقاومته، وكأنه لا قيل له لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي يعني أعذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه. واضح؟ وأمنعك منه إخواني الكرام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أي طهرها ونور ضريحه يوما، يعني إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالرعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيكه. واضح؟ الشيطان. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه، فأفضى يعني القلب إلى معاني القرآن، وقع في رياضه المونقة يعني الحسنة يا إخواني، المونقة يعني رياضه المونقة. ويعني فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعد عنه أي الشيطان، أبعد الله عنه الشيطان، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، ووقع في رياضه المؤنقة، وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه ودخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان والدنيا والهوى، يعني فإن النفس منفعلة للشيطان، سامعة له، مطيعة، فإذا يعني بعد الشيطان عنها وطرد يعني ألم بها الملك، الملك ألم بها الملك، عشان العبد له لمتان، لمة الشيطان ولمة الملك، فهنا ألم به الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها يا إخواني في الدنيا والآخرة. فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه، فإنه بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، قلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، يعني ما يبقاش يعني زي ما الإمام ابن الجوزي بيقول إخواني الكرام، يعني بيقول تطلب النجاة ولكن لا من باب الطلب، تقف في الصلاة إن صلاتك عجب، الجسم حاضر والقلب في شعب، والقلب في شعب، الجسد بالعراق والقلب في حلب، الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب، أنا أعلم بك منك، حب الهوى قد غلب، ومتى أسر الهوى قلبا لم يفلح، ويعني ولم يفلح إخواني الكرام. وكتب يا آدمي أتدري ما منيت به أم دون ذهنك ستر ليس ينجاب، يوم ويوم ويفنى العمر منطويا، عام جديب وعام فيه إخصاب، فلا تغرنك الدنيا بزخرفها، فأريها أن بلاها عاقل صاب، والحزم يجني أمورا كلها شرف، والخرق يجني أمورا كلها عاب. إخواني لا بد أن ننتبه، لا بد أن نعي، لا بد أن نعود، لا بد أن نفيق، يعني إخواني لا بد يعني أن نفيق. فهنا يعني فإن العبد أما يبدأ في قراءة القرآن في الصلاة يعني وكأنه قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته،
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه. إزاي؟ بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقت الله عز وجل، ويكون بمنزلة رجل من منزلة رجل يعني قربه يعني ملك من ملوك الدنيا، وأقامه يعني بين يديه، يعني وأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وهو يعني ولاه قفاه، يعني أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فهو لا يفهم ما يقول الملك، فما الظن بمقت الملك لهذا؟ فما الظن بمقت الملك الحق المبين رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين؟ فينبغي بالمصلي أخي الكريم ألا يقف، فينبغي بالمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة، يعني ينتظر جواب ربه له، وكأنه جل وعلا يسمعه ويقول حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني فإذا قال الرحمن الرحيم وقف لحظة ينتظر قول الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر يعني قوله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها انتظر قوله هذا لعبدي ولعبدي ما قال. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يعني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ومن ذاق إخواني الكرام طعم الصلاة، ومن ذاق إخواني الكرام يعني طعم الصلاة، ومن ذاق إخواني الكرام يعني طعم الصلاة، ومن ذاق إخواني الكرام يعني طعم الصلاة، طعم الصلاة، طعم الصلاة إخواني الكرام، ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامها، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها، فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير عجيب يعني وعبودية لا تحصل في غيرها. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق، عبودية يا إخواني وإيه عبودية وذوق يعني ووجد يخصها لا يوجد في غيرها. الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وتقبل موتاهم في الشهداء وعافي مبتلاهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين،
ورمم نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدد اخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ مصر واهل مصر من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.